السلام عليكم، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ عساكم بخير، نبي نسولف معكم. جايبين لكم اليوم كيكة ريد فيلفت، نقدر نحولها ايس كريم ولا لا؟ خلونا نشوف، نروح عند صديقنا ايس بوس. تقدر تحول لنا الوش هي الريد فيلفت؟ يلا بسم الله. طيب اليوم يعني بنغير، عندهم جلسات ما قد صوت فيها والوضع يعني هادي الحين، فخلونا نصوت الجلسات، خلونا نجرب. زي ما انتم شايفين هذه الريد فيلفت اندمجت مزبوط، شكلها بيطلع شيء رهيب، خلونا نذوقه مع التوت. خلونا نقول بسم الله ونجرب. هذا رهيب، هذا اقدر اقول لكم جربوه. هذا عندك الكيكه ما عرفت اللي ممزوجه وقدرت تصير ايس كريم، يعني وانت تاكل تحس ايس كريم بس بنفس الوقت في احساس سفنج اللي هو الكيك، مع النوتيلا والكيكه والحوسه هذه كلها طلع معنا شيء ممتاز. فاليوم قلت لكم شيء تقدرون تجربونه، مو زي الكنافه طلعت لك عليها يعني ما يصلح تجربها. فكيكه الريد فيلفت خذها معك ودا عندهم يسوي لك احلى ايس كريم ريد فيلفت زي اللي سويته قبل شوي. طبعا لا تنسون ايس فول، هذا مكانهم عند الهلال الاحمر، مجمع الفوسفاك عند الهلال الاحمر. وتقريبا هذا فيديونا اليوم، كان معكم نتسويلم، شوفوا فيديو ثاني ان شاء الله في مالك.